أمريكا حمامة السلام التي تتوسط لوقف الحرب على غزة تواصل حرب الإبادة والمجازر على قطاع غزة في ذات الوقت. وزارة الجيش الإسرائيلي أعلنت عن وصول مزيد من شحنات الأسلحة في طائرة هي رقم 500 ضمن القطار الجوي المفتوح بينها وبين الولايات المتحدة لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية. وزارة جيش الاحتلال تقول إن هذا فقط جزء من عملية نقل واسعة النطاق بدأت منذ العدوان على قطاع غزة، مؤكدة أنه تم جلب أكثر من 50,000 طن من المعدات العسكرية موزعة على 500 شحنة جوية و107 شحنات بحرية تشمل ذخيرة ومدرعات. انتبهوا إلى هذه الجملة في بيان وزارة جيش الاحتلال، وهنا مربط الفرس. القطار الجوي والبحري لنقل شحنات الأسلحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ركيزة مهمة في تعزيز استمرار العمليات وإطالة نفس الجيش الإسرائيلي. وانتبهوا الآن إلى هذه الكمالة لتحقيق أهداف الحرب الحالية والمستقبلية، ليس فقط بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي. الأمريكي يتبنى المقترحات الإسرائيلية في محادثات الصفقة ووقف إطلاق النار. وكم من مرة صرح الأمريكيون بأنهم ملتزمون بالدفاع عن صغيرتهم المدللة إسرائيل. الأكيد أن عدد هذه المرات يفوق شعر الرأس هذا وربما أكثر. إذن كيف يمكن اعتبار الأمريكي وسيطاً في محادثات وقف إطلاق النار في غزة؟